والمشاهدين، اليوم غادي نشارك معكم المكملات الغذائية اللي كنستعملهم. وهاد المكملات الغذائية طبعا ما عرفناهم حتى سمعنا الدكتور الفايد جزاه الله خيرا على كاع المعلومات والنصائح اللي ما بخلش علينا بها، واللي ما كناش نعرفه وشنو هو الصحي واللي ماشي صحي، وما كنعرفو حتى حاجة الصراحة. كنا بهذا المفهوم هذا أميين في هذا في الشق الغذائي، ما كنعرفو حتى حاجة، ما كنعرفو غير ناكلو أي حاجة كنقدرو ناكلوها بدون معرفة شنو اللي فيها صحي واللي ماشي صحي. طبعا المكملات اللي كنستعملها أنايا، نبدأ لكم بجولي غويال. جولي غويال أنا هذا فراش، هذا ماشي كبسولات ولا فراش بوحدو، هذا ما ماشي مع العسل، راه بوحدو. ها هو جولي غويال، هذا ما كنستعملوش يوميا طبعا، كنستعمل غير واحد المعلقه صغيره صغيره، كاع المعلقات الصغار كنستعمل معلقه في مره، في نقدر نمشي مرات ناكله في 4 ايام، مره في 4 ايام، شي مرات مره في سيمانه، ما كناكلوش يوميا تقريبا، لان البروبوليس عندي 1000 غرام، هذا حتى هو هادو كبسولات كنستعملو نهار ايه ونهار لا، ما كنستعملوش يوميا، لان الحمد لله انا ما عنديش زعما ما عنديش امراض. ودابا انا كنستعمل المكملات هذا فقط لانني كتعرفوا مع الجائحة وكورونا محتاجين حوايج اللي يقويونا اكثر، واخا كناكلوا هذا الطبخ الصحي وهذا الاكل الصحي، محتاجين بعض المكملات اللي تزيد تقوي لنا المناعة. هذه راه كبسولات ما فيهاش الجيلاتين نهائيا، مصنوعة بمكون الخروب، العسل مخلط مع الجولي غوايال. هو نصحنا الدكتور فايد انه ناكلوا هادو الجولي غوايال والبروبوليس بوحدهم ما يكونوش، ولكن مرة مرة كنستعملها حتى هي. ها هي نحلها لكم، شوف كي دايرة الأوميغا 3 ضرورية حتى هي صراحة. هذه كناكلوها عاوكين، كناكلها نهار هي ونهار لا. هذه راها بدون جيلاتين، راها في فيش اويل، هي زيت السمك، ما فيها لا مصنعات لا والو، خالصة. هذا الأوميغا 3 الزيت مع مخلطة مع زيت مع قليل من الحامض باش ما تجيش مجهدة بريحة زيت السمك. ساو بالميتو هو ده تيمار الدوم، هذا مكمل حتى هو، حتى هذا كان يلا راني شريته خديته. ها هو الحين لكم تشوفوا هذا تيمار الدوم، تقدر تاكلي انا بعدا بديت راني كناكلها كل نهار، كناكل وحده الصراحه. المهم هو بعدا خاصه التوازن الهرمون، بذور القطونه هذه البسيليوم اللي تاهي هضر عليها الفايد، هذه شريتها وشريتها مطحونه تاهي، كناكل معلقه في النهار. ها هي كتشبه شويه زرعة الكتان، هذه مطحونه تاهي كناكل معلقه في النهار. كذلك عندي المكمل المورينجا، المورينجا غبره باودر، هذه كنستعملها مره في السيمانه حتى هي، كان مع الماء ولا كنستعملها مع العصائر حتى هي، كان من كندير شي عصير كنضيف ديك الملعقه نضيفها للعصير اللي كنكون غادي نشربه، وبعض المرات كندير معاها الماء سخون، بعض المرات كنديرها بحال الشاي كنضيف لها الماء سخون وكنشربها. العسل المانوكا، هذا العسل معروفه الصراحه، معروفه عالميا انها مزيانه. هذه هي ذلك هاد الفيتامين، هذه راه اورغانيك، ما فيها لا مواد مصنعه لا حتى شي حاجه، ما فيهاش وليس مغيره وراثيا. الفيتامينات هادو كيما نقولوا نباتيين، هادو كنستعملها حتى هي مكمل غذائي. ها هي لاحظوا معايا نعملو هذا، كنستعملو بعد المرات نهار لا ونهار هي حتى هو، ما كنستعملوش خاصة بديت نستعملوه مع الجائحة،
هذا هو اللي بقيت حاولت نزيد زعما نستعمله. في الاول كنت نستعمل غير صراحه غير البروبوليس والجولي غويان، ولكن مع الجائحه اضطريت ان انا نزيد اكثر مكملات غذائيه اللي تساعدنا اكثر على تقوين المناعه. المكملات الغذائيه الطبيعيه انا كنستعمل ها هو السمن الحار، هذا راه بالزعتر، السمن الحار بالزعتر. عندي كذلك واحد المكمل اللي الصراحة كنستعملو بزاف أنايا، هذا راه هذا الزيتون البري، ما يسمى بالزبوج، كنسميوه احنا في المنطقة ديالنا الزبوج، كيقولوا له الزيتون البري الغير مسقى. إلا تعرفوا الزيتون البري كتكون عنده ورقاته غير صغيرين، وكيدير داك الزيتون غير صغير. هذا كذلك انا ما كندي دابا من دار له حتى حاجة من غير الحامض، وهاك كناكلو مرة كناكل هذوك جوج حبات ثلاثة، ها كناكلهم مرين كناكلهم. ونتمنى انك تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء، وشكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.